بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، إلى آخر الآية. إن الذين كفروا، الكفر معناه الجحد، جحدوا، أنكروا وجود الله، لا، أنكروا الحق الذي أنزله الله فلم يطيعوا الله. فالكافر الذي ستر الحق، والحق أن الإنسان العاقل، العاقلة، الإسلام لا يأمر إلا بالعقل، الإنسان العاقل يعلم أن كل شيء في الوجود يتصرف فيه الله، وهذه الفكرة أعيدها كثيرا لأهميتها. فإذا كان الله يتصرف بنا كما يريد، ودلنا في منهج على أن نطيعه لنسعد في الدنيا والآخرة وهو أعلم بمصالحنا، فرفضنا ذلك فقد جحدنا الحق وأنكرناه، كأننا أنكرنا نعم الله. فيطلق على هؤلاء الصنف الكفار. إن الذين كفروا، أي جحدوا الحق وأنكروه، لم يطيعوا الله وأطاعوا غير الله فأشركوا معه غيره، لن تغني عنهم، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كثير من الناس يفتخرون بالمال ويظنون أن هذه السعادة عنده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قد تأتي، يعني أتي على هذه الآية فيما بعد إن شاء الله، ولكن هذا لا ينفع شيء، هذا وهم. أعطاه الله للإنسان حتى يتم الكون، حتى يستقيم المجتمع، لا حتى يجعل الإنسان الهدف الأساسي له هذا ويترك الهدف الرئيس. من يفعل ذلك، مثل إذا أراد أن يسافر من حلب إلى دمشق وهدفه دمشق لأن مصالحه في دمشق، ففي الطريق وجد في حماة أو في حمص ناس يرقصون ويلعبون، جلس معهم، صار الليل ما بقى يستطيع يكمل، فترك هدفه وانقطع في الطريق ولم يصل. فالإنسان العاقل لا ينبغي أن يجعل الهدف الغير رئيسي هو هدف له ويستقر عنده، الهدف الرئيسي ينبغي أن يضعه نصب عينيه ليصل إليه. الأولاد خلقهم الله ابتلاء للإنسان حتى يربيهم كما يريد الله، لا أن يكونوا معبودين يقدم لهم من حلال أو حرام أو يجعلهم مفسدين في الأرض. فأموالهم وأولادهم للكفار ما بتنفعهم شيء، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، يعني سيحترقون في النار ويكونون هم يسعروا بأجسادهم النار مع الحطب والعياذ بالله تعالى، حطب جهنم كدأب آل فرعون. الله بينا أنه مهما الإنسان على واستعلى على الناس ما ينسى الأمم العظيمة التي أهلكها الله قبلنا. عاد وثمود كانوا أمم أقوام، يعني عظماء، لهم حضارة ولهم تاريخ ولهم عراقة ولهم بنيان، ينحتون من الجبال بيوتا. فرعون الطاغي الذي تخضع له مصر، وكان يقول لهم: وهذه الأنهار تجري من تحتي، عنده جنان، عنده قصور، فكان يقول لهم: أنا خير أم هذا الذي لا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام. فهو يظن أن أمواله تنفعه، هل نفعته شيء؟ الأمم السابقة التي أهلكها الله هل انتفعوا من الدنيا؟ ما انتفعوا، دلهم الله على الطريق الذي ينفعهم فأبوا فأبادهم الله. وقد يبيد الله ويعذب الناس المتسلطين في الدنيا قبل الآخرة من حيث لا يدرون. ولذلك ذكر الله لنا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كعادتهم الكفار، عادتهم مثل عادة آل فرعون، ما بيستقيموا على أمر الله حتى يأتيهم العذاب والموت بأمنوا. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ربنا رد عليه إيمانه، قال: الآن وقد عصيت. الله ما في إيمان، بس إجا ملك الموت ما في إيمان، ما يقبل من قبل. فرعون يا إخواني كيف دمره الله؟ هل نفعته أمواله وأولاده؟ هل نفعه الكنوز والبساتين والقصور؟
دمر من قبل موسى وهو طفل صغير جاءه في صندوق خوفا عليه من القتل. تعرفون هذه القصة في القرآن وتقرأونها كثيرا. ورباه فرعون، وبعد أن كبر كان هلاك فرعون على يده، على يد هذا الطفل الصغير الذي شب وأمره الله أن يدعو فرعون إلى الله فرفض. فرعون مشى بجنده وبأرجله وبخيله وخيلائه يتبع موسى، وظن أنه سيقضي عليه، وصلوا للبحر ويبدأ يروحوا سيقبض عليهم ويقتلهم. هكذا وزير الطغيان، هكذا الإرهابيون من الفراعنة، ما عندهم إلا قتل الناس حتى يخضعون لهم. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد شيئا يفعل ما يشاء. وصل فرعون إلى، قبل أن يصل فرعون إلى البحر أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانشق وانفلق منه 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم، الجبل المياه صارت مثل الجبال. وجعل لهم الأرض يبسا، جاءت ريح فنشفت الأرض حتى ما يغوصوا في الطين، وخرجوا إلى المكان الثاني. فرعون بدل أن يتعظ ويستشعر عظمة الله، هكذا يكون الفراعنة، يرون الناس كلهم ضدهم ويريدون التحرر منهم فيأبون إلا أن يتسلطوا، إلى أن يرغمهم الله ويدمرهم. الله الذي يدمرهم على يد المؤمنين الذين يخلصون لله في جهادهم. فدخل فرعون في الماء ظنا منه أنه يقبض عليهم، هذه الفكرة اللي سيطرت عليه، وإذا بالماء ينطبق عليه فهلك. فلا تستغربوا أيها الإخوة من فراعنة القرن العشرين أن يكونوا قد ربوا جنودا لهم وأعوانا لهم، ربوهم لينصروهم وليقتلوا الناس، فيهتدي بعض منهم فبدل أن يقتلوا الناس يقتلون هذا الفرعون. الله إذا أراد شيئا يفعل ما يشاء. ولذلك المؤمنون عندما يرضون بالله ويستنجدون بالله ويدعون الله يعلمون أن الله بيده كل شيء، وهناك حكم ليسلط الله عليهم الفجار فترة من الزمن حتى يرجعوا إلى الله ويتوبوا إلى الله توبة نصوحة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة صحيحة. وما معنى التوبة النصوحة؟ مو بس نصلي، لا، الصلاة تنهى عن الفحشاء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، نستقيم على أمر الله، فنجاهد، نبذل المال حتى نتخلص من الطغيان ونتحرر من الطاغوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق على الباطل، وأن يعيد المسلمين إلى دينهم ويردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.